لانخفاض أسعار الحديد عالمية. أحمد نسيد أحمد، والورقة التالية. من السذاجة بمكان أن نصدق ما تروج له إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم من أن الأمور على أفضل حال عندما فتحت أبوابها أمام وسائل الإعلام الوطنية، فوجود هذا العدد الهائل من عمالها في ساحة الاستقلال لمؤشر على أن الشركة تعيش إحدى أزماتها النادرة. ومن السذاجة بمكان أن نعطي صك براءة للمضربين من أي انتماءات سياسية، فإن لم نصدق أن النقابات العمالية لا تنتمي لأي جهة سياسية فحتما لن تمر خطابات بعض المتحدثين على المنصة مر الكرام عندما سمع الحضور انتقادات لاذعة وجهت إلى السلطة السياسية في البلاد إبان زيارة وزير الطاقة للمدينة. فكيف يكون للحرص على بقاء أهم شركة في البلاد مكان من الإعراب في أجواء كهذه؟ وهل يشعر الطرفان أن مكانتها النحوية تشبه النداء في اللغة العربية حين لا يحتمل الخطأ ولا الصواب؟ أيا يكن، فلا أحد يمكنه الأخذ على العمال أن طالبوا بحق مشروع بفعل مكفول كالتظاهر والإضراب، وأيا يكن فلا أحد يمكنه تفنيد ما تقوله الإدارة من أن وضعية الشركة المالية لا تحسد عليها بفعل التدني الخطير في أسعار مادة الحديد، وأيا يكن فلا أحد يمكنه تبرير توقيف شركة بحجم سنيم أمام وطن طالما وقفت قدم ميزانيته على واردات الشركة المعدنية الأهم في المنطقة. فأين السبيل إلى نقطة التلاقي التي تجمع ما بين مصالح العمال وبقاء الشركة ومصلحة الوطن؟ ثلاثية كما تتداخل، فلن يربح أي من محاورها ما لم يكن الآخر بخير، ولن يكون أي منهم بخير ما لم يقف الطرفان السياسيان المعارضة والنظام موقفا إيجابيا من الأزمة، حتى لا نقول حيادي، فالأزمة أزمة الجميع، وتداعياتها لن تكون حصرا على العمال بمن أنعن الإدارة، ولا على النظام بمن أنعن المعارضة، ولا على الزويرات بمن أنعن بقية موريتانيا. فهل تعقل الأطراف المعنية أن قطار الوقت يمر أسرع مما يمر قطار سنيم، وأن سنيم ليست الشركة المعدنية الوحيدة في العالم؟ أحمد نسيد أحمد، الساحل تيفي.